كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، تأسيسا واتباعا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، خصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل جاهزية مشروع الجمرات بأدوار متعددة الذي شيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى. قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة إن جميع حجاج البعثة الأردنية لوزارة الأوقاف الذين صعدوا لعرفات بخير ولا يوجد أي إصابات بينهم. أحب أطمنك على حجاج وزارة الأوقاف، جميع حجاج الحمد لله عز وجل بخير. يوم عرفة بالأمس وهذا اليوم الأول، وهذا يوم عيد الأضحى حقيقة وأيام التشريق بإذن الله عز وجل. بعد هذا اليوم سيقضيها الحجاج في منطقة منى في المشاعر المقدسة. حقيقة أن الحجاج الرسميين ببعثة الوزارة الكل بخير الحمد لله وصحة وسلامة. تم تقديم خدمات مميزة هذا العام لحجاج المملكة بإذن الله عز وجل. الحجاج الذين جاءوا بزيارة رسمية لا توجد لوزارة الأوقاف بيانات كافية عنهم، لكن نحن هنا طواقم إدارية الوزارة تتابع كل شيء خاصة مع هؤلاء. عدد الوفيات تقريبا الآن 14 أو 15 حادث وفاة تقريبا، 17 مفقودين، بعضهم تم العثور عليه قبل قليل من هؤلاء المفقودين، وبعضهم حقيقة لا زال إلى هذه اللحظة طواقم وزارة الأوقاف تتابع مع الجهات المعنية هنا في المملكة العربية السعودية مع الدفاع المدني السعودي للبحث عن أي حاج مفقود يتم تبليغنا عنه في البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف. نحن حقيقة رغم ما قلت أنه ليس لدينا معلومات إدارية أو معلومات كافية عن هؤلاء أسماؤهم أعدادهم، لكن البعثة تتواصل مع ذويهم، تتلقى الشكاوي، تتابع أوضاعهم بما استطعنا إلى ذلك السبيل. يشهد جسر الملك الحسين في لواء الشؤون الجنوبية حركة كثيفة للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي المملكة والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث عودة المغتربين وانتهاء دوام الجامعات والمدارس. وبالرغم من ارتفاع أعداد المسافرين فإن الحركة طبيعية ولا توجد أي ازدحامات. كاميرا التلفزيون الأردني زارت جسر الملك الحسين واطلعت على إجراءات المسافرين والتي اتسمت بالسهولة والتبسيط وتقديم الخدمة الأفضل لهم. وأكد العديد من المسافرين أن الإجراءات سهلة وميسرة ويحظون باستقبال ومعاملة جيدة. وللمزيد مشاهدينا معنا مراسل التلفزيون الأردني زيد الزعبي. أهلا بك زيد، يعني نتحدث بداية عن انسيابية الحركة على جسر الملك حسين. نعم، يعطيك العافية زملائي وكل عام وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن بألف خير. يشهد جسر الملك حسين حركة نشطة للمسافرين القادمين والمغادرين من الأردن إلى فلسطين، خاصة يعني الفترة هاي مع عودة المغتربين وعطلة المدارس والجامعات، أعداد كبيرة هون يعني بالجسر، لكن في تسهيل، في تيسير كثير بسرعة على المسافرين، ما في أي تأخير هنا ما شاء الله. يعني لما تجولنا هون بالمركز الكل كان يعني بصراحة المسافرين يمدحوا يعني إنه إجراءات كثير ميسرة، الأجهزة الأمنية العاملة هون والجمارك قاعدين حتى يعني وزعوا المي على المسافرين مع ارتفاع الحرارة. وللمزيد معنا راح يكون معنا مدير إدارة الجسور العميد الركن رأفت المعايطة. رأفت بيك يعطيك العافية سيدي وكل عام وأنتم بخير. تحكينا سيدي عن الإجراءات اللي اتخذتوها هون داخل المركز بالشراكة مع الأجهزة الأمنية هون للتسهيل على المسافرين، وخاصة نحكي عن استعداداتكم للحجاج اللي راح يجوا إن شاء الله يوم الأربعاء يبلش توافدهم. تفضل سيدي والله يعطيك العافية. تحياتي أخ زيد وأهلا وسهلا فيكم أنت والتلفزيون الأردني.
القناة العزيزة علينا. اسمح لي بداية أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع لسيدي صاحب الجلالة أسماء التهنئة والتبريك بمناسبة اليوبيل الفضي، ونتمنى له أن يمده الله سبحانه وتعالى بطولة العمر والصحة، وهو وولي العهد والعائلة الهاشمية جميعا، ولأردننا كل التقدم والازدهار سيدي في ظل حضرة صاحب الجلالة. سيدي، احنا في جسم الملك حسين وبتوجيهات حقيقة مستمرة وحثيثة من مديرية الأمن العام وعطوفة مدير الأمن العام على ضرورة تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لضمان انسيابية وتسهيل حركة مرور الأشخاص والبضائع عبر جسم الملك حسين في كافة السنة. وفيما يتعلق في الاصطياف والحج، هنالك بعض التعزيزات نقوم في عملها بخطة استباقية حتى نتفادى أي ازدحامات، منها توفير كافة الكوادر البشرية اللي تمكنها من تعزيز الكاونترات أو العمال المعنيين بخدمات المسافرين، توفير كافة المرافق الخدمية التي يحتاجها المسافر كعيادة صحية، بنوك، صرافة، وسائل النقل. كما تعلم أن النقل بين الحدين هو من خلال وصاية النقل. بالإضافة فيما يتعلق بالحج هذا العام، ويشهد كما يشهد جسم الملك حسين باستمرار في هذا الموسم قدوم للحجاج، فقمنا بالتعاون والتنسيق مع كافة المكونات الجسر الحكومية والقطاع الخاص والأجهزة الأمنية، حيث أننا في دارة الجسور نعتبر المظلة الحاضنة لهذه المكونات، ونسعى إلى دائما توحيد وتنسيق وتوجيه هذه الجهود لتحقيق هدف مشترك لنا. قمنا بوضع خطة استباقية من أجل فيما يتعلق بالكوادر البشرية، توفير المستشفيات، خدمات صحية، الدفاع المدني، أنظمة التكييف والتبريد في قاعات. يتم التعامل مع الحجاج في مدينة مستقلة تسمى مدينة الحجاج بمعزل عن المسافرين. ننتظر إن شاء الله عودة الحجاج، يبدأ توافدهم حقيقة من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وعلى فترات، يعني الأربعاء راح يجي دفعة، الخميس، الجمعة، السبت. قمنا بتعديل أوقات الدوام بحيث أنه نتمكن من تسهيل عبور المسافرين الحجاج بأسرع وقت كونهم قاطعين مسافة طويلة. فيوم السبت أصلا دائما الجسر بيكون مغلق، باستثناء هذا العام فتحناه بهذا السبت هذا من أجل للحجاج فقط. يوم الجمعة أغلق الجسر فقط أمام المسافرين العاديين، وسيكون مفتوح فقط للحجاج. وبالإضافة ليوم الخميس راح يكون مغلق الجسر من الساعة 2 للساعة 11 بالليل فقط يستقبل الحجاج. نتأمل إنه هذه التعديلات على أوقات الدوام إنها تساهم بشكل كبير بتفويج الحجاج إلى الطرف الضفة الغربية. سيد يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. سيد، طبعا للمزيد معنا مدير جمرك جسر الملك حسين العقيد نضال الشمايلة، راح حدثنا عن الإجراءات اللي اتخذوها داخل الجسر للتسهيل برضو كمان على المسافرين واستعدادا لاستقبال الحجاج. نضال بيك يعطيك العافية وكل عام وانت بخير، تحكي لنا سيدي عن الإجراءات اللي اتخذتوها. أهلا وسهلا فيكم. بداية أنتهز هذه الفرصة لأرفع لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بأسمى آيات التهنئة والتبريك له ولسمو ولي العهد الأمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس سيدنا على العرش. سيدي العزيز، يشهد مركز جمهور جسر الملك حسين حركة نشطة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الظروف في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة لأنه المركز جسر الملك حسين هو بوابة الفلسطينيين إلى العالم، وهو الرئة التي يتنفس بها الفلسطينيين من خلالها. بإعاز من عطوفة مدير عام الجمارك، تم رفض المركز بعدد من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة للتعامل مع حركة المسافرين والتسهيل عليهم. إضافة لذلك، قمنا مبكرا بعمل الصيانة اللازم لأجهزة الإكسري الموجودة بالمركز. الآن لدينا ما يقارب 5 أجهزة إكسري لتفتيش الحقائب بالنسبة للقادمين، بالإضافة إلى 3 أجهزة تقريبا لتفتيش المغادرين، حتى يتم التسهيل وتسهيل حركة مرور المسافرين سواء بالدخول إلى الأردن أو المغادرين إلى الأراضي الفلسطينية. أضيف إلى ذلك، بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، عملنا التجهيزات اللازمة
رفضنا الموقع مدينة الحجاج بجهازين الإكس راي للقادمين وللمغادرين بحيث أنه يتم التسهيل وعدم تأخيرهم وتقديم كل ما يلزم لكسب رضاهم على الجسر وعلى الإجراءات اللي يتم اتخاذها في الأردن. نعم زيد. يعطيك العافية نضال بك. طبعا زملاء استعدادات كبيرة هنا داخل جسر الملك حسين، تنظيم عالي، تشاركية عالية هنا داخل الجسر، طبعا حتى مدراء يعني مدراء الأجهزة الأمنية كلهم متواجدين هون. نعم زيد. للتسهيل على المسافرين برضو استعدادا. زيد الزعبي مراسل التلفزيون الأردني من جسر الملك حسين، وأيضا شكرا لضيوفك الكرام. قال نايف الفايز رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إن الحركة السياحية بدأت تنشط مع بداية اليوم الثاني لعطلة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك خلال زيارة للفايز لتفقد حركة المعابر البرية مع العقبة سواء معبر وادي اليتم والدرة ووادي عربة. وأشار الفايز إلى أن سلطة العقبة أعدت فعاليات عدة خلال عطلة العيد، منها الفنية والشعبية والفلكلورية والتي تقام على ساحة الثورة العربية الكبرى. نحن في العقبة منذ بضعة أسابيع ونحن نقوم بالتجهيز والاستعداد لهذا الموسم الهام لهذه المناسبة العزيزة، وبنفس الوقت نقوم بالتحضير لفعاليات وأنشطة عديدة، وهذه الأنشطة تم إطلاقها منذ بداية العطلة مستمرة حتى نهاية الإجازة، وأيضا بنفس الوقت الاستعدادات على أتم وجه بكافة الجهات المعنية، الكوادر التي لها دور في المتابعة والعمل في فترة العيد موجودة على مدار الساعة في خدمة الجميع وفي خدمة زوار العقبة وضيوفها. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.